صباح الخير يا احمد، صباح الامل والتفاؤل والطاقه الايجابيه على كل اللي بيشوفونا. برحب بحضراتكم حلقه جديده من هذا الصباح. هنكون معاكم ان شاء الله تقريبا من دلوقتي وعلى مدار ساعتين بفقرات متنوعه. صباح الخير مره اخرى. صباح الخير ياسمين، واهلا بكم مشاهدينا الكرام. النهارده اول يوم في العام الدراسي الجديد، يا رب تكون طاقه ايجابيه لكل الناس وكل الطلاب في المدارس وفي الجامعات، يبداوا يوم وحياه جديده مليئه بالطاقه الايجابيه والبحث عن المستقبل وصناعه مستقبل افضل لكل واحد فينا. بالمناسبه دي اعتقد انه كان في اغنيه اللي هي الف ب ت ث، ايوه، سلام حمام قوميه أيوة. حريه جندي وطني شجاع. دي كلها المعاني اللي احنا بالتاكيد ممكن ندور عليها في يوم جديد في الترم الجديد. حلو قوي الطاقه اللي انت بتديها لهم على الصبح برضو. صحيح. يعني عاده اولياء الامور بيبقوا خايفين قوي من اول يوم، حتى الطلبه نفسهم، ولكن يا جماعه بجد ابداوها بتفاؤل، هتلاقي الدنيا مشيت على طول. اهلا بكم في هذا الصباح، معانا عدد من الفقرات المتنوعه والحوارات، اخبار خفيفه في جولتنا الصباحيه بعد الفاصل، وكمان مجموعه من الحوارات عن حمله وزاره الاوقاف يسروا لمواجهه بعض الحملات عن عزوف الشباب عن الزواج. حاجة تزعل قوي اللي شفناه على السوشيال ميديا، صفحات التواصل الاجتماعي الفترة اللي فاتت، حاجة زي خلوها تعنس مثلا أو خليها تعنس. يا جماعة بجد استغلينا، يعني كان في مثلا حملات أخرى كان ليها هدف، للأسف الشديد خدوا من هذه الحملات وابتدوا بقى إيه يروحوا في مسار تاني خالص. يعني أنا ليا تحفظ على يعني الجملة والصياغة اللفظية، هي للأسف يعني جملة لا تراعي ولا الأعراف ولا التقاليد، لكن في الحقيقة هنناقش كل تفاصيل هذا الموضوع في حوارنا، أحد حواراتنا في هذا الصباح. طيب عندنا برضو فقرة أخرى، هذه الفقرة عن نور حياة. نور حياة بتضيء عيون المصريين، مبادرة رئاسية بتسجل أول إحصائية لعلاج وبحث أمراض العيون بمصر. أكيد برضو هنكلمكم أكتر عن هذه المبادرة، بالإضافة إلى قراءة في عناوين الصحف الصادرة في القاهرة صباح هذا اليوم، وعدد من الفقرات الأخرى المتنوعة نتابعها معا بعد الفاصل. النهارده هنتمرن تمرينات اللي احنا مكملين مع بعض فيها مجموعات عضليه كبيره عشان درجه الحراره الساقعه دي. هنتمرن النهارده على عضلات الشيست او الصدر مع البطن. طبعا هنبدا بحاجات بسيطه، الشيست لوحده خالص، وبعد كده البطن، وبعد كده نعمل تمرين مركب الاثنين مع بعض. يلا هنعمل دول مع بعض 10 عدات بس. نمسك ازازه ميه، دمبل صغير، اي ويتس بسيط في البيت. هنام على ظهري باصص لفوق، كل هعمله هفرد 1 وانزل تحت 2، المس الارض مفيش مشكله 3 4، النفس وانا طالع 8 9 10. ممكن ما اسيبش الدمبلز، كل اللي هعمله هطلع اعمل عده كرانش 1 2 3 4 5. ممكن افرد ايدي مفيش مشكله 6 7 8 9 10. كويس جدا. هنعمل بقى ميكس تمارينات مركبه، هنعمل عده من تمرين الشيست ومعاها على طول عده من البطن. همسك الدمبلز وانام تاني، هنا ستارت البوزيشن او ابدا التمرينه 1 2 1 2. كويس جدا 1 2. أحسن. Good. 5 6. لو حد تعب معلش نكمل 8. كويس 9 10. كويس جدا. احنا صعدنا التمرين شوية، دلوقتي هنعمل تمرين جديد
هقف كده وضع البلانك، كل اللي هعمله هعمل عده بوش اب بسيطه قوي 1 واسحب ركبتي عليا، اعيدها تاني ولو 5 مرات 2 3 4 5. كويسين جدا ان احنا عملنا الخمس عدات دولت. نكرر الكلام دوت يا جماعه يا ريت مرتين في 10، التمرين الاولاني والتمرين الثاني كده. احنا خلصنا، اشوفكم بكره ان شاء الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم تبدأ أولى ساعات الفصل الدراسي الثاني. في الحقيقة عدد كبير جدا من الطلاب في المدارس هيبدأوا ينتظموا اليوم وبكرة إن شاء الله، و 2.5 مليون طالب في الجامعات المصرية هينتظموا في الدراسة أيضا. بالظبط، يعني يوم يا رب يكون يوم خفيف كده على الكل، يوم خفيف على الطلبة، يوم خفيف على أولياء الأمور. تعالوا نبدأ مع بعض أولى فقرتنا، فقرة الأخبار المتنوعة. بعد انتهاء أجازة نصف العام بيبدأ اليوم الدراسي أو الفصل الدراسي الثاني في عدد من المدارس الحكومية والخاصة على أن تنتظم الدراسة غدا الأحد. يشهد الفصل الدراسي الثاني توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي ضمن تجربة الثانوية التراكمية واللي بتستعد فيها الوزارة لاختبار الطلاب إلكترونيا خلال مارس المقبل. في الحقيقة الفصل الدراسي الثاني مدته بحسب الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم هيوصل ل 96 يوم وينتهي يوم 6 يونيو إن شاء الله. نتمنى كل التوفيق لكل الطلاب في المدارس، وهذا المنظر المبهج والرغبة في حياة أفضل والأمل لكل واحد فينا في الحقيقة يبدأ من الفصل الدراسي. وحشنا والله العظيم الفصل الدراسي ده يا جماعة. صحيح، يعني بجد أيام الواحد ما بيحسش بقيمتها غير لما بتعدي ونرجع تاني بقى فلاش باك نشوف إيه اللي كان زمان ونفسنا أنه هو يرجع تاني. زي ما بدأت قلت كان في الأغنية زمان كنا بنسمعها اللي هي ألف ب. أيوة. عالمي وطني سلام حمام حرية قومية جندي وطني شجاع. بشكر يا جماعة المخرجة الجميلة زينب على إنها جابت الأغنية على طول، يعني صحيح. أنت قلت أنا عايز على طول. صحيح، في الحقيقة يعني الأغنية مرتبطة في أذهاننا جميعا بحب بلدنا. بالظبط، وفي الحقيقة يعني صياغتها جميلة جدا ورقيقة جدا، بسيطة قوي. صحيح، وتدخل قلب أي حد سواء صحيح. كبير أو صغير. أتمنى أن يكون أطفالنا اللي يعني
ما شافوش هذا النوع من الفن ان هم يبداوا يتعرفوا عليه ويحسوا بيه هيلاقوا فيه فعلا يعني هو فن ايجابي وده دور اولياء الامور كمان ان هم يرجعوا برده لورا ويجيبوا الاطفال الاغاني دي صحيح. حتى لو هم ما يعرفوهاش. بمناسبه بقى اولياء الامور، الخبر اللي جاي عندك عن المواصلات. طيب تعالوا نروح بقى الخبر اللي جاي، ان وزير النقل الدكتور هشام عرفات أصدر تعليمات مشددة لقيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق برفع درجة الاستعداد القصوى، وده أكيد استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني. الحقيقة الفصل الدراسي الثاني يتطلب استعدادات مرورية كبيرة جدا، مرفق مترو الأنفاق من المرافق المهمة جدا وبتنقل حوالي 2.5 مليون راكب يوميا في 1500 رحلة تبدأ من الساعة 5:15 صباحا وحتى الساعة 12:45 دقيقة من منتصف اليوم التالي. الوزير شدد على ضرورة مواجهة أي مشكلات طارئة وأصدر تعليمات للسائقين بالالتزام بالتوقف في المحطات طبقا لجداول التشغيل، وأتاحت الفرصة أكبر للركاب نزولا وصعودا في المحطات. الناس كلها بتبقى مقلقه قوي من اول يوم دراسي، الناس حتى اللي ملهاش علاقه بالمدارس بس خايفين من الطرق هتبقى عامله ازاي، الزحمه هتبقى عامله ازاي، فاكيد حاجه زي دي برضو هتسهل كتير صحيح من الزحمه. طيب تعالوا نروح مع بعض لمحافظه الفيوم والمدرسه الايطاليه او المجمع التعليمي التكنولوجي، واللي تم انشاؤه بشراكه مصريه ايطاليه، وده بمثابه مناره تعليميه بتهدف لتقديم مفهوم مختلف للتعليم الفني في مصر. في الحقيقة التعليم الفني بيشهد تعاون بين مصر وعدد من الدول اللي كان ليها باع كبير جدا في التعليم الفني، منها ألمانيا وإيطاليا. كان في مشروع زمان اسمه مبارك كول وأصبح دلوقتي اسمه التعليم الفني المزدوج، وأيضا إيطاليا ليها عدد من المشاريع في التعليم الفني. الحقيقة المميز في المشروع ده في الفيوم أنه موجود في محافظة الفيوم، يعني بعيد عن القاهرة وبعيد عن المركزية. الأمر الثاني أنه الطالب المتخرج بيدرس لمدة 7 سنين وبيحصل على شهادة فنية تكنولوجية تحرر ب4 لغات عشان يكون ليه فرصة عمل مش في السوق المحلي بس، في السوق العالمي الخارج أيضا. صحيح. طيب تعالوا نشوف مع بعض تفاصيل في هذا التقرير ونرجع لكم مرة تانية، خليكم معنا. منارة تعليمية فريدة بمحافظة الفيوم يطلق عليها المدرسة الإيطالية أو المجمع التعليمي التكنولوجي، وقد تم إنشاؤها في عام 2012 بالشراكة بين الحكومة المصرية والإيطالية من خلال برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية في مجال التخصصات الصناعية. طلع لنا خريج معتمد بالجانب الإيطالي، وده ضمان أكيد للجودة، وبالتالي مكتسبين المهارات العملية اللي بتؤهلهم للتنافس على سوق العمل، وعلى فكرة بدأ سوق العمل يطلبهم حتى في جهات خارجية. الحاجة الثانية أن الصورة الذهنية للتعليم الفني ستتحسن، وسيكون هناك إقبال كبير جدا على الجانب ده، لأن احنا خلقنا المسار لأن يبقى حاصل على كلية. الشهادة لا تعطى إلا عند اكتساب الطالب المهارة المطلوبة، وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه، بنديه الشهادات وفقا للمعايير الدولية، وبالتالي جزء من الدراسة هو التدريب في الصناعة، جزء من الدراسة هو الاختلاط بسوق العمل المعني به المهنة، جزء من الدراسة هو اكتساب المهارة المطلوبة اللي محتاجها سوق العمل. الفكرة هدفها مواكبة التعليم لمتطلبات سوق العمل لتخريج شباب مصري مسلح بأحدث التقنيات ومهارات الحرف المختلفة. احنا هنا بنتعلم كل حاجة، بتوفر المدرسة بتوفر لنا سوق العمل، لا احنا نطلع نشتغل بره. في طبعا مدرسين على اكمل وجه، واول حاجه طبعا اللغه الايطاليه، ثاني حاجه اللغه الانجليزيه طبعا. اشتغلت في مصنع في الصيف اللي فات، فهم كانوا عايزيننا دلوقتي، مع ان لسه في ثالثه ثانوي لسه ما خلصتش كمان البتاع هنا الثانويه. لما رحت اشتغلنا ووريناهم شغلنا فعلا قالوا ان احنا عايزينكم تشتغلوا من دلوقتي. اي مهاره رئيسيه سواء كان في تخصص ميكانيكا او تخصص كهرباء، كل المهارات الاساسيه دي احنا قدرنا فعلا نحققها في الطالب بتاعنا انه يواكب سوق العمل، وده طبعا بشهاده الشركات اللي موجوده معانا النهارده. بنبدا نشوف الجديد اللي موجود بره في السوق، بنبدا ندخله عندنا زي ما حضرتك شايف المنتجات اللي معروضه عندنا، ده شغل الطلبه اللي موجود عندنا. بنبدا نجيب الطالب، نجيب المنتج اللي بره اللي هو المصنع محتاجه، سوق العمل محتاجه بره. الدراسة بالمجمع تستمر لمدة 7 سنوات على 3 مراحل، وهي الأولى
تمنح شهادة دبلوم التكنولوجيا في التخصص من وزارة التربية والتعليم، ثم المرحلة الثانية لمدة سنتين، ويحصل الدارس فيها على دبلوم التكنولوجيا المتقدم في التخصص من وزارة التعليم العالي، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة يحصل الدارس بعدها على شهادة الدبلوم التكنولوجي المتقدم في التخصص من وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى شهادات إيطالية محررة بأربع لغات، حتى يتسنى له التقدم لفرص العمل في الشركات العالمية في مصر وأوروبا. في الحقيقة التعليم الفني لم يعد قيمة سلبية بعد التطور اللي بيشهده التعليم الفني في مصر، والحاجة إلى التحول إلى هذا النوع من التعليم لمواكبة متطلبات المجتمع في التنمية والمشروعات القائمة. وبالتالي يعني أنا أدعو الناس أنها تفكر بشكل مختلف جدا في التعليم الفني، وتروح مدارس التعليم الفني المزدوج وتتعرف على البرامج التعليمية، هتعرف كويس جدا أنه لم يعد التعليم الفني بتلك الصورة النمطية كانوا والسلبية. كانوا مظلومين بشكل كبير قوي في مصر، فبالتالي الناس ما كانتش بتتجه أنها تفكر خالص في التعليم الفني. صحيح. ولكن يا جماعة بدأوا فكروا تاني في التعليم الفني، لأن زي ما شفنا هو في شراكة مصرية إيطالية بتاخد، لسه بنقول بتاخد شهادة مترجمة لأربع لغات، تقدر بس مش هتشتغل هنا، هتشتغل كمان برا لو عايز تسافر برا، فالدنيا تسهلت بشكل كبير. بيدرس في المدرسة وبيدرس في المصنع وبيتعلم في المصنع، يعني بياخد خبراته وهو لسه طالب، وبيخرج يعني مؤهل تماما لمواجهة سوق العمل المحلي والدولي. بما اننا كنا بنركز على الجانب النظري اكتر، لا كمان احنا بنركز على الجانب العملي اكتر، وده مهم قوي كمان. تعالوا نروح لجامعة عين شمس في كلية البنات، هناك عملوا مؤتمر أو مهرجان تحت عنوان إنسان مهم. المهرجان خصص لدعم ذوي الهمم أو ذوي القدرات الخاصة في محاولة لتهيئة المجتمع لإدماجهم والاستفادة من خبراتهم. بالضبط. هذا المهرجان أيضا شهد حضور العديد من الإعلاميين والفنانين للتأكيد على حق أصحاب ذوي القدرات الخاصة في الانخراط مع باقي أفراد المجتمع. تعالوا نشوف مع بعض التفاصيل ونرجع مرة تانية، خليكم معنا. هؤلاء الأطفال ربما حرموا من أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي كباقي زملائهم، لكن الحياة منحتهم مهارات وقدرات خاصة جعلتهم يتفوقون عن غيرهم، فهم شريحة وجب الاهتمام بها كحق من حقوق الإنسانية. لذا نظمت كلية البنات جامعة عين شمس مهرجان إنسان مهم للتأكيد على دور أصحاب الهمم في المجتمع. الاهتمام بالولاد دول هيعود علينا بالنفع الكبير في الفترة اللي جاية. جامعة عين شمس حريصة على تنمية كل مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، عندنا مركز كبير داخل جامعة عين شمس لهذا الموضوع، وكل الاحتياجات الخاصة سواء بصري أو غيره أو حركي، ومهتمين بهذا الموضوع. هم فعلا محتاجين كل دعم مننا، كفاية إن هم بيرفعوا اسم مصر في كل المحافل الرياضية العالمية في نشاطات مختلفة. أعتقد أقل مجهود بسيط ممكن بيظهر معاهم ده، لأن هم فعلا من جواهم في نقاء وفي يعني أبسط مجهود بيبان عليهم، لأن هم على فطرتهم. فأعتقد إحنا محتاجين نلقي الضوء دايما على أي مجهود ممكن يضيف لذوي القدرات الخاصة. المهرجان شهد العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية شارك فيها ذوي القدرات الخاصة للتعبير عن مواهبهم المختلفة. إحنا موجودين عشان نعلم الناس الحب والرغبة في الحياة. احنا مدرسة من الحب، مدرسة من السعادة، مدرسة من البراءة. لما جيت اكتب عن امي قلت عنها شايلة همي، قلت لي بتجري في دمي، قلت يا ما حاجات كتير مش جديدة. لما جيت اكتب عن امي. استطاعت فئة كبيرة من ذوي الهمم رفع اسم مصر عاليا في العديد من المحافل الرياضية، ليثبتوا أن الإعاقة ليست إعاقة جسد ولكنها إعاقة إرادة. محمد الخطيب، النيل. طيب أكيد مع دخول كمان المدارس عايزين نطمن أكتر على حالة الطقس. شفنا الفترة اللي فاتت كان الجو جميل جدا، عايزين نعرف هل ده هيستمر ولا هيكون في أي مفاجآت. دكتور إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية معانا على الهاتف. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير استاذه ياسمين، صباح الخير على كل الساده المشاهدين. دكتور، اخبار الجو ايه؟ هل في اي حاجه مفاجاه؟ هل في امطار، في عواصف، ولا الدنيا مستقره نوعا ما؟ هو النهارده في استقرار في الاحوال الجويه زي ما احنا ملاحظين، الشمس طالعه وجميله جدا، جو معتدل على معظم انحاء الجمهوريه، ده طبعا اثناء النهار. في الليل طبعا ما زال الجو شديد البروده، ان احنا ما زلنا في فصل الشتاء وبيصلنا على فصل الربيع حوالي شهر او شهر ونص تقريبا، فاحنا لسه مستمرين في ارتداء الملابس الشتويه. ايضا في شبوره مائيه بتكون موجوده في الصباح الباكر، ولكنها مش
كثيفة يعني ما بتأثرش على حركة المرور. الأمطار اليوم على السواحل الشمالية فقط زي اسكندرية، مطروح، بورسعيد، العريش، رفح، هذه المناطق، لكن بالنسبة للقاهرة ما فيش أي أمطار إن شاء الله، في هدوء تام في سرعات الرياح، ما فيش أي مشاكل في حالة الطقس. غدا الأحد هيكون في احتمال سقوط أمطار على السواحل الشمالية والدلتا، وهتصل أيضا إلى القاهرة، لكنها هتكون أمطار متوسطة مش هتصل لشدة الأسبوع الماضي. درجات الحرارة بتعتبر حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت العام، فما فيش أي مشاكل إن شاء الله في درجات الحرارة. دكتورة إيمان، في الحقيقة الموجة الجميلة دي أو الطقس المعتدل الحلو ده ممكن يستمر لغاية إمتى؟ هو طبعا يعني الاسبوع اللي بدايته النهارده يعني هيكون ما فيهوش مشاكل قوي في الطقس، لكن هنشهد فيه امطار على فترات متفاوته. يعني غدا الاحد هيكون فيه امطار الى حد ما وهتصل للقاهره، الاثنين والثلاث مفيش اي مشاكل، ممكن ترجع الامطار تاني على نهايه الاسبوع. فيعني احنا طبعا ما زلنا في الشتاء، فيعني وارد ان احنا نشهد الامطار دي على فترات مختلفه. أهم حاجة بس ما تكونش الرياح محملة بالأتربة، هو ده للناس خاصة الناس اللي عندها حساسية بتبقى قلقانة منه جدا. طيب. لا هو طبعا ما فيش نشاط رياح، ما فيش أتربة إن شاء الله هذا الأسبوع. بالنسبة لحركة البحرين والملاحة برضه يا دكتور للناس المهتمة. هو بالنسبة للبحرين ما فيش مشاكل، البحر المتوسط معتدل مهيئ لعمليات الصيد والملاحة، البحر الأحمر أيضا ما فيهوش مشكلة، منطقة خليج السويس بس بتكون مضطربة شوية، ارتفاع الموج بيوصل فيها 2.5 متر، لكن نقدر نمارس عمليات الصيد والملاحة ما فيش أي مشاكل إن شاء الله. وحضرتك أشرت إلى وجود شبورة مائية على بعض الطرق، ممكن حضرتك تشرح لنا أكتر حوالين حالة الطرق المكشوفة والسريعة عشان الناس اللي بتسافر من وإلى المحافظات؟ هو طبعا الشبورة المائية بتكون موجودة في الصباح الباكر، بتبدأ من حوالي 5 صباحا وبتستمر حتى 9، بتكون أكتر على الطرق الزراعية المؤدية لمحافظات الدلتا، محافظات مدن القناية زي السويس والإسماعيلية، بورسعيد، أيضا محافظات السواحل الشمالية والقاهرة، الطرق المؤدية من وإلى القاهرة. فدي طبعا الطرق الزراعية بتكون عليها شبورة أكتر، فدي اللي احنا بننصح بالقيادة بهدوء عليها عشان تجنب الحوادث إن شاء الله. طب دكتور أخيرا بس درجات الحرارة المتوقعة سريعا. بالنسبة للقاهرة 19 درجة، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح من 17 ل 18، مدن شمال الصعيد المنيا فيوم أسيوط من 19 ل 20، وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين من 21 ل 23 درجة. شكرا جزيلا دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية. برعاية وزيرة التلبية الدكتورة ياسمين فؤاد تم إطلاق فعاليات حملة شباب النيل. الحملة تهدف إلى مواجهة كافة أنواع وأشكال التلوث في مياه النيل وخصوصا الناتجة عن المواد البلاستيكية. وزارة البيئة أيضا أوضحت في بيان لها أمس أن الحملة بتهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه النيل من التلوث وأضرار تلوث مياه النيل بالبلاستيك وطرح بدائل استخدام البلاستيك، وده في إطار توجه الوزارة لدمج الشباب المصري والمجتمع المدني في فعاليات العمل البيئي من خلال اعتماد عليهم في تنفيذ مجموعة من المبادرات اللي بتطلقها الوزارة بهدف رفع الوعي البيئي لدى فئات المجتمع وخلق كوادر بيئية خاصة من الأطفال والشباب لتدعيم قطاع البيئة في مصر. من المقرر أن تنطلق الحملة من الاتحاد المصري للشراع والتزلج على الماء بالمانيال. في الحقيقة في دراسة أمريكية بتقول أنه تحلل زجاجة بلاستيك واحدة تستغرق 450 سنة عشان تتحلل عضويا وحيويا. في الحقيقة ده بيشير إلى الخطر المباشر والواضح في حالة التلوث بالمواد البلاستيكية سواء كان في الغابات أو في الأنهار، حتى أنه بعض الأحياء المائية كالحيتان وبعض أنواع الأسماك النادرة بدأت تنفق بسبب أنها بتاكل هذه المواد البلاستيكية وما بتتهضمش جوه أمعائها، وبالتالي بتؤثر على الثروة السمكية المهمة وتؤثر على التوازن البيئي والحيوي في البيئات المائية وبيئات الغابات. يعني الناس بصراحة لو تدرك يا أحمد يعني كم الأخطار اللي ممكن هم يعني هيبقوا مضرورين، الأسماك برضو في المية، يعني الأخطار كتيرة قوي يا جماعة. عشان كده لازم نفكر ألف مرة قبل ما ترمي إزازة بلاستيك في الأرض، فكر أنت ممكن تحطها في كيس القمامة المخصص لذلك عشان نعمل عملية فصل من المنبع ويتم إعادة التدوير بطرق آمنة وتفيد يعني تفيد اقتصاديا وتفيد بيئيا. حاجة بسيطة قوي، أنت لما بتسيب إزازة مية في الشمس يقول لك ما تشربش المية تاني من الإزازة لأن البلاستيك تفاعل مع المية فبالتالي أنت اللي هتضر، فما بالك أن أنت بترمي بلاستيك بالكم ده في النيل وأنت اللي هتشرب برضو في الآخر.
طيب نروح لخبر آخر. قبل 3 سنوات أطلق المهندس المعماري إبراهيم أبو جندي البالغ من العمر 27 سنة خط تصميمه الداخلي، وده بهدف تقليل الاعتماد على الأثاث الخشبي. انتيريور ديزاينر بيصمم أثاث لكنه ليس من الخشب بل من إعادة تدوير الكاوتشوك أو إطارات السيارات. وفي الحقيقة ده مرتبط بالخبر اللي كنا بنتكلم فيه، إن احنا لازم نفكر في طرق مختلفة جدا للتعامل مع البيئة في حياتنا بعيدا عن التلوث. الغابات بتواجه خطر وتهديد التجريف نتيجة القطع الجائر للأخشاب واستخدامها في أعمال الأساس، وبالتالي احنا لازم نحافظ على رئة الكوكب واللجوء إلى بدائل أخرى زي الكاوتشوك في أعمال التصميم الداخلي للمنازل. وزي ما احنا شايفين والله حاجات ظريفة قوي جداً. وشفتها مرة، كنت شفت حد برضو حاطط الإطارات دي وملونها بشكل حلو قوي وحاطط شيلات فيها مثلا. صحيح. قعدات. إيه الموضوع ظريف والله يا جماعة. هسألك سؤال شخصي، أنت كسيدة تقبلي أنك يكون الأساس في البيت عندك بالشكل ده، ولا المسألة الاجتماعية ممكن تأثر عليكي؟ لا بص، انا بحب الحاجات المودرن قوي، فما عنديش مشكله ان انا جزء عندي من البيت بس ما يكونش البيت كله بصراحه، لان عشان الذوق برضو تبقى عايز حاجات كلاسيك شويه بتاع. ولكن لا، ما عنديش اي مشكله خالص ان انا استخدم الحاجات. خلينا كلنا نعيد تفكيرنا يعني ونفكر بشكل مختلف مره على مره وفكره على فكره، اعتقد ممكن الدنيا تتغير. دي كانت جولتنا مع أخبارنا الخفيفة والسريعة في هذا الصباح، وهنكمل معاكم مع عدد من الحوارات لاحقا. لكن هنشوف دلوقتي أخبار الرياضة مع الزميلة آلاء حامد، وهنرجع مرة أخرى، خليكم معنا.